اوكي كيفك بتكلم لبناني؟ ربنا يحميني على ذكائي. ايه اللي قد ايه انا؟ عصبيتي 8 من 10، مسالمة 9 من 10. انا جدي جدي كيفك بتكلم لبناني؟ انا جدية 8 من 10. خفة دمي 10 من 10. بحب النوم 100 من 10. بحب الأكل 7 من 10. قد إيه بحب الطبخ؟ 5 من 10. قد إيه بحب الفلوس؟ 8 من 10. قد إيه بيحبوني الناس؟ لا هما يجاوبوا. طبعا انت قاعدة مستنية الإجابة. قد إيه أنا كسولة؟ لا يعني بتختلف، النسب بتختلف. لو أنا عندي باور أو لو أنا عندي طاقة بتبقى 9 من 10 أو 10 من 10. لو عايزة أنام وتعبانة ومرهقة بتبقى مش لازم أقول بتبقى كام. قد إيه بحب الترتيب أو النظام؟ 8 من 10. السؤال ده قد ايه بحب نفسي؟ اقول ايه؟ اكيد بحبني بس هقيمني. 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، 5 من 10، لحد 10 من 10. قد ايه انا شخص طموح؟ 9 من 10. قد ايه صوتي حلو والناس برضه اللي تجاوب. قد ايه بحب مدير اعمالي؟ 100 من 10، 200 من 10. قد ايه بحب كل بار المواهب؟ 200 من 10.